اتفضل. تؤمر بأي حاجة تاني سيادتك؟ يلا غور. حاضر. تعالى هنا. حاضر. قبضت مرتبك الشهر ده؟ الحمد لله يا سيدي. يلا غور. حاضر. تعالى. حاضر. هات ياض المرتب. اخلص. اه. ايه ياض ده؟ فين بقيت فلوس؟ ده اللي فضل من المرتب يا سيادتك. ربنا يبارك لك. فين عيالي؟ فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خساره خساره ومئة خساره. قالوا لي ان في قطر فرم اربع شباب، قلت يا ريت تكون انتوا، لكن للاسف باظت المره دي. خير يا بابا. ثانية واحدة. قوم يا قرد انت، قوم يا اخويا ظريف. السفرة دي دفع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي؟ مين قال لكم تقعدوا؟ انتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي ده اكتر عار في السي في بتاعي ان انتوا ولادي. لو تعرفوا انا بكرهكم قد ايه. انتوا ولا حاجة بالنسبة لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقتقش، ما تكلمنيش بالصباع ده تاني، بدل اقسم بالله هقربه. فهمني ولا مش فهمني؟ اياك تتطول وتتكلم معايا بالطريقه دي تاني. انتوا زباله، انتوا اكثر شيء في حياتي جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونه وادعي ربنا وعارف ان دعوه الاب مستجابه. أقول إلهي تمرض، إلهي تتحوجوا، إلهي ما تلاقوا اللقمة وتغوروا في 60 داهية، إلهي تجوعوا وتاكلوا زي القطط من الزبالة. بإذن الله جاتكم القرف. إيه المناظر دي؟ إيه الشيطان اللي أنا مخلفه؟ أنا ما اتعصتش. يوم ما عملت لك سونار بكت الهبل أمك حبلة فيك، الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجة خطر، ده شيطان نسقطه. حنية الأب طبعا، قلت لا وشرفت حضرتك. أهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ ما تعمليش فيها ذاكر وسطهم يا حبيبي. ها؟ ولا خلي أخوك الصغير باتيستا يرد عليك، ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا. خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحلية دي. أنت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفة العار دي؟ رزعوا اطفحوا. ثانية واحدة، ثانية. سيب الطاجن يا اهبل انت. سيب، مين قال لكم تطفحوا؟ مين؟ دافعين فلوس انتوا على الأكل ده؟ حد دفع تعريفة في السفرة دي؟ انتوا عالة عليا، انتوا شوية عاطلية وربنا رزقني بيهم. اطفحوا وعلى شرط طول ما انتوا بتطفحوا تدعولي. يلا بالسم الهاري. انا حاسس ان الدعوات من جوه غير الوش، شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردود عليكم. بابا. نعم. كنت عاوزك في موضوع. يا ابني اخلص بقى، الليل هيدخل علينا، ضيعت عمري معاك. اتكلم بسرعه بقى، الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري جزمه كاوتش. كاوتش فاكرها سهله 300 جنيه؟ أنا شايلك ال 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في أي لحظة أبقى جاهز وأتويك. كاوتش. لا كاوتش يقرطم صوابعك يا بعيد. لا هتلبس الكاوتش تتشل فجأة في الملعب. أنت بتنفض في مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب. في حاجة؟ أنت ليه مش مظبطنا؟ أنت أبونا. أنت إيه؟ أنت أبونا. اسمها بابا يا رب. في قد اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك، ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انتوا بتمسكوا ليه؟ هو هيضربني؟ انت هتضربني يا اهبل يا ابن الرقاصه؟ سادة عادل انت واد، انا شاكك، انت ابن حرام، انت مش ابني. العيال دي شاكك فيها، كان انت، انا متاكد. اهبل يا ابن الهبله. اسكت. كفايه. لا انا مش كفايه، انا هطول معاك. في حاجه؟ في حاجه؟ يا ابن العبيطه. ها ها ها. ده انا كان زماني مت. الله ده انت دلوقتي
خلاص يا بابا مش عايز اتكلم معاه. ما تقدرش نفسك انا هقتله. ايه البقره اللي بتتكلم معايا دي؟ ما تعمل حاجه بزورك. لقيت ولعه وانا واقف فجاه كده. انا مش هتكلم معاك عشان انت بتطول تعال وراي. تعال وراي. ما تكلم امك بقى كمل لما نوصل. يلا يلا يا عرق يلا يا عج يلا الله يخلصني منكم وارتاح. يلا حبايبي عايزكوا بقى يا حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض. عايزكوا اخوة احباء تنهشوا بعض. احنا هنعمل ايه يا بابا؟ هوريك يا اهبل غور. انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس؟ انت عمرك هتشوفت ابوك بيهيس. يلا يا مسعيد بتعمل معانا كده ليه؟ ده احنا ولادك. افتكر لنا حاجة حلوة. اقول لكم حاجة حلوة. استنى ادم ما ارجع في الاجي بالي. شيلوا البزازات. يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في اعياد الميلاد لا يجعلوا اخر عيد ميلاد. يلا هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو. خلاص بقى مساخ. خلاص مش عايز مساخ بلا هابي بيرث بلا زفت. يوم اسود اصلا. جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا؟ جبت لك هديه تنفعك في مستقبلك. جربها في ركبتك الاول. انت يا زفت يا زكي. نعم يا سيدي. شيل التورته دي خلاص ما حدش يدوقها. حاضر. وهات لي ركيه النار. بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا. انسوا ان انتوا عيال لازم تبقوا ايد واحده. هات يا هاد ركيه النار. طفي في النص. حطوا ايديكوا في النار. حطوا ايديكوا وعهدونا ان انتوا تبقوا ايد واحده. حط ايدك يا بهبي. حط ايدك. حط ايدك. بقول لك حط ايدك. حط ايدك. حط. صرخوا اكتر. صرخوا. جون سينا حبيبي. اجري غور في داهيه. يلا عايزكوا بقى توروني الشطاره. والشاطر فيه كله هيقضي على الباقي هيبقى ليه مكافاه 200 جنيه هياخدها على 6 شهور. ابدا. اضرب ياض. اضرب اضرب اضرب. كسر له الفقرات. كسر الفقرات. قول له بحبك يا اخويا. بحبك يا اخويا. انزل على رقبته. انزل على رقبته. اضرب ياض. مفيش استسلام. اخلص. اشتغل يا ابني. اشتغل. بقول لك اتصرعاله. دمره. مش عايزه يمشي تاني. قول له سامحني يا اخويا. ايوه يا عم سامحني يا اخويا. ما تسامحوش يا عم. ايه رايك في ولادي؟ دول هيموتوا بعض. في 60 دقيقة هيموتوا بعض. وامهم اصلا ماتت. وناوي ابدا حياتي من جديد. عندي حته كده قرتين على المريطيه بس ايه بعد ما يردموا الترعه هيبقى في براح والقعده ان شاء الله في البلكونه. ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه. هو انت مستر اندرتيكر؟ اندرتيكر؟ لا انا ابن خالته للامانه يعني بس توأم نفس الشعر ونفس البرنيطه. ايه رايك؟ تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا. اقتلوا بعض يا كلاب. يلا يا حلو سيبك من الكلام الفاضي ده. ماتش ايه ونيله ايه؟ كان بودي اذبحكم بايدي بس حظكم حلو. اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاكم. ابكوا بس خلاص. انا جامعكم النهارده عشان امر هام. انا حاسس ان ايامي قربت واسطوره اندرتيكر خلاص هتندثر. بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان سر بس لازم اتكلم فيه. خلاص مفيش وقت. لحسن اموت فجاه والسر اللي له يطلع وتورثوني. بابا هو احنا كمان مش هنورثك؟ مش هتورثوني. وتورثوني ليه؟ ده انت عبال ما تقول فين الميراث بتاعي تكون الفلوس خلصت. اتنقل واسكت يا اهبل يا ابن الهبله.
وانا جايبها كلها صح وقانوني ومية مية. انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه مية مية، هيكتب كل حاجة كل حاجة قدام عينيكم. يا عم سيد تعال، عم سيد يلا، عموك سيد ولا عايز كل حاجة قولها. ميكانيكي انت ناوي على ايه يا حنوني؟ انا ناوي ان الطريقة اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملأ، مش عايز اضحك على حد. هتوه بصفتي ان انا محدش يتدخل في حياتي، محدش ليه دعوه بيا، اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندر تيكت ان انا عندي ثروه تقدر ب 80 مليون دولار مصري لا غير. بصوا التقسيمه بقى، بصوا التقسيمه، هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران. عز المنوفي يا ولدي؟ اه عز المنوفي يا حبيبي. ايه ده انتوا لحم كتافكم من خيره، نسيت نص كبده يا عم عز، نص سجق يا عم عز، حته فلفل، ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا الدهن اللي في جتكم ده من عمكم عز؟ اكتب يا عم سيد. حاضر يا استاذ. و20 مليون دولار اكتبهم لاصدقاء اللي على الفيسبوك. الفيسبوك يا بابا اندر؟ اه يا بابا اندر، على الفيسبوك. انا اخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت احلى ايام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي، اهرش في كوعي ومسح لي دموعي، وناس عشرتهم وعشروني، يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي. اكتب يا جدع عندي كده كتير قوي، انا هيغمى عليا. يلا غور في 60 ده، يلا ليته كان من زمان. 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركة نادية دراي كلين اللي في شارع مصدق. يا بابا ايه؟ انت اكيد مش طبيعي. وانا عارف ان انا مش طبيعي، عارف ان انا راجل فز. يا اللي بتهت هبل يا ابن الهبلة، امك كانت هبلة لا بتعرف تغسل ولا تكوي، ونادية دراي كلين هي اللي شالتني العمر اللي فات. نايل نايل، يبقى فاضل كام؟ 20 مليون دولار يا استاذ. 20 مليون دولار الاخيرة انا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت، ولا اقول لك؟ لا بلاش، كانوا بيكرهوني، كانوا هيسموني اكتر من مره. ال 20 مليون دولار حلال عليك ابو السيد. ربنا يكرمك يا استاذ. يلا وسع الورشه وظبط عيالك ومصيف وجمصه وجوك. انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري 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 بيدق، شعري يا ولاد. بابا شعري شعري شعري. واخدني على فين؟ انتوا هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ الظاهر يا ولادي ان خلاص لحظه النهايه قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظه علشان يفرحهم، انا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وباذن الله وانا راجل في شده وربنا هيقبل مني، نهاياتكم اسود من بعض. ده اسمك ايه يا قاضي؟ بطيستا يا بابا. وانت يا شيموس؟ شيموس دول اصحابكم؟ دول اخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها طالما ابتديت اخرف. بابا